ماما هي ما كانت لعنة، هي حكت هيك من خيبة أملها. لعناتها الناس ما بتتحقق. عمتي خلص شيرلين غلطت ولازم تتعاقب، هذا الصح. كاتيكا منيح اللي راحت شيرلين، وهلأ ناتاشا رح تروح كمان. عن جد؟ وانت شو مشكلتك يا تابع بريتا؟ انت فهمتني غلط، اللي بشغل طط. انت يلي تابع لناتاشا، اللي ليش عم تدافع عنا؟ ايه يا جماعة معلش توقفوا خناق لأنه صار راسي يوجعني، وأنا مو حابب اتخانق مع حدا، وأنا كمان مو جاي على بالي احكي شي. أعمل لك مساج لراسك بلكي بترتاح شوي. لا بس أعطيني دواء لو سمحتي. ايه طيب، عندي مسكن قوي كتير. ريشام لازم تروح على غرفتك تنام ورح تفيق مرتاح أكيد، هون الولاد أكيد رح يوجعوا لك راسك كتير. الولاد رح يوجعوا لك راسك. بيني ضايجة اليوم. دعا خدني على غرفتي لأرتاح. اطلع لحالك، بدي روح على غرفتي جهز حالي، بدي روح على المكتب عندي شغل. قرر بدك تروح معي ولا على المكتب؟ لا على المكتب، ما بتعرف انه اخوك حدا مشغول؟ كل يوم عم يروح؟ احيانا مو دائما. حلو كتير، ما انجبرت ادفع ثمن اللي عملته شيرلين. انا معجبة فيك ريشاب، انت جوهرة عن جد، ما لازم اخسرك. شو عم تساوي هون؟ كيف بتتجرأ تفوت على مكتبي؟ لحظة واحدة بس. ليش حتى اسمع؟ لك لسه لك عين تجي لهون؟ استنى لحظة، اسمعني بالأول. جيت لتسرق لحظة. ها؟ اسمعني شوي، لا تلمس. جيت لتسرقني. اسمعني. اسمعني بالأول. برا. لا تمد إيدك. روح من وشي اطلع. ليكون بعلمك رح تندم عليها. يا حراس. زتولة برا. شو بدك تعمل يعني؟ ها؟ أنت اللي رح تندم. ورح حاسبك على كل شيء. ما فيك تعمل معي أي شيء، أنا اللي رح دمر حياتك أنت وأخوك كمان وعيلتك كرمال اللي عملتوه فيني. أنا رح دمر العيلة كلها ياكم، واعتبر إنه هذا وعد مني أنا بريت في مانوترا، فهمت؟ أنا رح دمر حياتكم كلها ياكم وبكرة رح تشوف. ممنوع يفوت. تركوني خلوني ورجي قيمته. تركوني، لا تفكر إني رح أتركك. الأيام جاية وبفرجيك شو رح أعمل فيك، وبتشوف كيف رح تدمر حياتك وعيلتك كلها قدام عيونك. أنا بريد في ملهوترة بعمري ما بخسر. أنا عم حاول أتأقلم مع الوضع وحابب أني بلش حياة جديدة، بس تعرفوا القصة أكيد بدها شوية وقت. بصراحة لا تضيع الوقت حبيبي، اسمع شو رح يقلك. احكي حبيبي. أنا بدي أعمل لك وكالة بكل شيء. الحقيقة أحياناً أنا ما بعرف شو يلي عم بيصير معي فجأة. أنا على طول مريض، وأحياناً بيجيني إحساس بالوحدة مرات وبصير عصبي وبتوتر، ما بعرف كيف بدي أفسر لك هالشي. أنت لا تاكل هم شي بنو. لهيك بدي منك يا ابني تجهز كل الأوراق المطلوبة وتريحني من هالمسؤولية. لا تقلق من هالناحية، أنا رجعت رح رتب كل شي وزبط أمور الشغل، وما في داعي تعمل لي توكيل بأي شي. هذا شغلي من زمان وكنت اهتم بالبيت والشغل بدون أي توكيل، لهيك لا تقلق. المهم أنه أنت منيح هلا، ونحن ما بدنا أكتر من هيك يا بابا. حبيبي هذا التوكيل صار مهم كتير. اسمعني منيح، كل أوراق الملكية كانت باسم بريدفي، وهالشي خلاه يتحكم بحياتنا. هلا ما بدنا يصير في مشاكل بنوب، لهيك يا ابني لازم تعمل التوكيل وتخلص الأوراق بأسرع وقت. ايه ابني، انت روح جاهز الوراق واعمل التوكيل وبتمشي شغل المكتب. بتعرف قديش كان الوضع سيء بالبيت بهالفترة، لهيك انت لازم ترجع الفرحة لكل العيلة، زعلنا بما فيه الكفاية وتعبنا كتير من المشاكل اللي صارت بآخر فترة، ولهذا السبب أنت لازم تحمل المسؤولية وتحاول تصلح كل شيء. كل شيء رح يتصلح ابني. إيه؟ أنت متأكد؟ رح أعمل جهدي بابا، لا تقلق. أنا رجعت كرمالكم. لكن جهز الأوراق. بكرة بحاكي المحامي وبقول له يرتب كل شيء. المهم أنت لا تشغل بالك بأي شيء، اتفقنا؟ ماشي. أهلين أهلين بريتا، تعال.
كيف حاسس حالك اليوم عمي؟ أنا صرت منيح برجعته. شو هاد يا ريشاب؟ الظاهر إنه رجعتها غيرت شغلات كتير، مثلاً ما في داعي إجمع الكل لأنه خلص رجعوا كلهم يجتمعوا حواليك، وهيك أريح لنا، ما عاد في داعي نستعجل لنلحق موعد الفطور والغداء والعشاء يلي بتحددوا بريتا. عمي كارينا، تعرفي إنه لولاها ما رجعت؟ هلأ صرتي بتعرفي شو عملت بريتا لقدرت توصلي؟ برأيك بتستاهل إنه تسمعي هالحكي؟ عادي ريشاب ما عندي مشكلة. أنتي ما بتستاهلي هيك حكي لأنك عملتي كتير شغلات كرمال هالعيلة، اعتنيتي بالبيت وبالشغل واهتميتي بالكل وسافرتي وراي ورجعتيني عالبيت. شو نسيتي بريتا؟ واهتميتي بكاران، أنتي بتستاهلي احترام الكل. أنا عملت كل هذا الشي كرمال سعادتي أنا وكرمال عيلتي كمان، وصدقني ما عندي أي مشكلة بكلام عمتي كارينا، خلص اتعودت عليها. مثل العادة قدرتي تغلبيني بالحكي. بما أنكم هون أنا رايحة أحضر الأكل. لا تعزبي حالك، أنا جهزت كل شي اليوم. ليش وينه جيريش؟ الحقيقة أنا بعت جيريش ليجيب حلو من السوق، يعني بعد غياب طويل رجع ريشاب على البيت بالسلامة، لهيك لازم نحتفل. تفضلوا الأكل صار جاهز وأنا رايحة مشان أسكب لكم. يلا تفضل. أنا رايحة أجيب باقي الأكل. تفضلوا. رايحة أساعد ناتاشا مشان ما نتأخر عليكم بالأكل. أنت شو عم تعملي هون؟ لازم تكون محل ما بتكون. كيف فتي على البيت؟ المفتاح كان بنفس المكان يلي متعودين نحطه فيه من زمان، وأنا فتحت الباب وفتت. أي ممتاز، كنت عم بختبر ذاكرتك وطلعت قوية. أنت كيف قدران تمزح بهيك وقت بريد فيه؟ أو جايبة شنطتك كمان؟ كيف بتقدر تتصرف معي هيك بريد فيه؟ لحقت تنسى إنه ريشاب رجع وأول شغلة عملها إنه طالعك إلك من البيت، وبعدها حكى للكل عن قصتنا أنا وياك. شو متوقع إنه عيلة لوترا رح يخلوني عيش عندهم بعد كل شي عرفوه؟ وليش عم تحكي معي بهالنبرة؟ انت ناوية تحطي الحق علي بكل شي صار ما هيك؟ انا عم حذرك لا تلوميني لانه انت غلطتي مثلي واكتر كمان. عم تفهمي؟ بريدفي لو سمحت بكفي، انا وياك مو اعداء ولا عم نتنافس على شي. بريدفي نحنا سوا ولازم نتقبل انه فشلنا وما نلوم بعض بشي. نحنا عملنا كل شي بيطلع بايدنا بس خسرنا، وهي الحقيقة، ويلي ربحت بريتا. اصحك تذكري اسمها. انتبهي، اوعك تذكري اسمها قدامي لانه مجرد ما اسمعه بيصير دمي يغلي، وبتعرفي اني ما بعد بشوف قدامي. لهيك ما بدي اسمع اسمها منوب. عن قريب رح تشكرني لاني ذكرت اسمها. منيح انه اسم بريتا بيخلي دمك يغلي لانه هالشي رح يفيدنا. بس بالاول قلي بريدفي، دمك هاد ما كان عم يغلي لما كاران مد ايده عليك وطالعك برات مكتبه؟ لا تطلع هيك، مفكرني ما رح أعرف؟ أنا بعرف كتير منيح قديش هانوك وزلوك، بس أنا ماني مثلك، ما عصبت وعيطت ولمتك عالشي اللي صار وتخانقت معك. لهيك بريدفي لو سمحت لا تخلي كل واحد فينا يلوم التاني على أغلاطه. نحنا ما لازم نبهدل بعض، لازم نبقى سوا إذا بتريد.